طيب هنروح للمباريات الوديه، المباريات الوديه اللي لعبها الفريق ايه؟ لعب سموحه، الاولمبي، البنك الاهلي، لعب الثلاث مباريات دول في اسكندريه. الماتش اصحاب الجياد شغال دلوقتي، هو كابتن طارق كان قال ان هم اربع مباريات. طب النتائج كانت ايه؟ كسبنا سموحه 48 36، كسبنا الاولمبي 48 35، كسبنا البنك الاهلي 30 20، وماتش اصحاب الجياد شغال دلوقتي. وعلى فكره المباراه دي كابتن طارق محروس شارك فيها كل اللاعبين وكل حراس المرمى عشان يجهز اللعيبه لابطال الكؤوس. خليني برضو اقول لكم حاجه، ان بطوله ابطال الكؤوس دي هنخلصها هنرجع على السوبر الافريقي. السوبر الافريقي هيكون بقى بين الاهلي والزمالك وهيبقى هنا في القاهره. الماتش ده او السوبر الافريقي ده اتاجل كذا مره، يوم 10 9 هيبقى يوم 10 سبتمبر هنا في القاهره، واتاجل اكتر من مره طبعا كورونا، لا قبل ابطال الكؤوس لا بعد ابطال الكؤوس، ولكن استقر خلاص الوضع انه 10 سبتمبر الفرقه هترجع ان شاء الله يوم 2 سبتمبر. عندنا مش 2 المباراه، البطوله تخلص 2 قول هنرجع 3 4، عندنا 4 5 ايام نستعد ونخش على مباراه السوبر المهم، اللي هيكسبها هيروح بطوله العالم او جلوبال شامبيونشيب. ليه بقى؟ هتبقى فين؟ هتبقى في السعوديه، والبطوله دي مهمه جدا، النادي الاهلي بقاله كتير غايب عنها. كل التوفيق طبعا لفريق كره اليد وكابتن طارق محروس.